أنيميا، تعريف الأنيميا، سامعين ولا مش سامعين؟ أنا بهم نسأل السيارة. سامعين دكتور، سامعين. ممتاز، أنا بدي واحد انتر أكشن منكم مشان ضروري الواحد يحس إنه في ناس موجودين. طيب خلينا نبلش بالأنيميا. أول شيء الأنيميا مشان أنتم ما تتخربطوا، في عندنا اسمه دبليو اتش او. دبليو اتش او محددة قديش مستوى الهيموجلوبين لكل البشر، مشان إحنا لما واحد بيسألني بنقول شو دبليو اتش او. بس أنا في ملاحظتين، طبعاً إذا طلعنا هون بنشوف انه الميلز او المين بيختلفوا المستوى عن الفيميلز، هذا مهم نعرفها. يعني الستات النان بريجننت وومن 15 سنه واكبر 12 جرامز، بريجننت وومن 11، الميلز 13. يعني انا الكت بوينت اللي بدي ابلش اعمل انفستيجيشنز هي بهمني اعرف الايج وبهمني اعرف الجندر ميل ولا فيميل، هذا اهم شيء بالموضوع لازم نعرفه قبل ما نبلش. هلا ليش هذا الكلام مهم؟ الكلام مهم لأنه حسب الهيموجلوبين بنحدد إيش هو الهيموجلوبين، فهذا على ضروري الواحد يعرف. يعني إذا جتني فيميل، دائما إحنا مشكلة بالفيميل يكون دمها 13 و14 بتقول لك عندي أنيميا، كيف صارت؟ ما بزبط. طبعا البوست مينوبوزال بصير وضعهم زي الميلز، هذا مهم. طبعا أنا لما أشوف في إشي مهم، شو المهم؟ أنا زي ما اليوم معنا الطلاب، إحنا it's about practice medicine، medicine مش بس نحفظ، it's about practice. هلا الواحد أول إشي لما يجينا أنيميا is not subjective, it's an objective. يعني إحنا بنقول هذا مريض could be anemic، فأول شغلة بدي أعمل له إياها اللي هي CBC. أول فحص بنعمله إيش؟ CBC. هنا CBC اللي هي complete blood count to differential. دائما احنا بنسأل الطلاب هاي الشيء وبشيء يذكر، إذا واحد عنده white cells count عالي بهمني دائما differential. اثنين، المهم اهم شيء بالفحوصات كمان نعرف البلود فيلم. البلود فيلم مهم جدا لانه هو بيحدد لنا، مرات بيكون CBC الريسل اندسز بعد ما زي ما احنا راح نشوف بيكون deceiving. هلا الريتيكولوسايتس أهم إشي وظيفتها كفحص، بيهمني بالهيمولوتيك أنيميا بتكون عالية وبالأبلاستيك أنيميا أو بيورس الأبليزة بتكون لو أو أبسنت. يعني هون الريتيكس بتهمني إنه نعرف إنه إحنا بالهيمولوتيك أنيميا الريتكس كاونت ريتيكولوسايتس بيكون عالي. يعني مهم جدا لو واحد سالته عندك مريض سسبكتد هيموليتيك انيميا شو الفحص اللي بتفحصه، بتقول له ريتيكولوسايتس. ابلاستيك انيميا بحكي له ريتيكولوسايتس. السيرم فيريتين، سيرم فيتين بي 12 الار ليفل. السيرم فيريتين انا في قاعده لازم تعرفوها، السيرم فيريتين از ريفليكشن اوف ايرون ستورز، يعني هو يعكس مخزون الحديد السيرام فيريتين وليس السيرام ايرون. السيرام ايرون بيخدعنا كيف بحالات الانيميا في كرونيك انس، بكون السيرام ايرون لو، مش شرط يعني بكون لو، عشان هيك الواحد ما يحكم على الايرون السيرام ايرون ليفل، بحكم له على السيرام فيريتين. السيرام فيريتين لو انديكيتس ايرون ديفيشنسي انيميا، هاي ممكن انديكيت ايرون اوفرلود او انفلاماتوري، لانه الفيريتين از اكوت فيس رياكتنس. يعني اذا واحد عنده صار انفكشن كانسر انفلاميشن، من الشغلات اللي بترتفع مع البني ادمين الفريتين بالاضافه للاي اس ار والبليتلس والسي ار بي. بس انا بهمني الفريتين تعرف انه اكوت فيس رياكتنت، يعني ممكن واحد يعني ست بتجينا نمونيا عندها هاي، بعدين السيرم فيتامين بي 12 وعندنا الفوليت ريد سيل فوليت. هلا احنا لما يجي المريض انيميا اول شيء بدي اخذ منه هيستوري. طبعا انا الهيستوري بهمني symptoms of anemia، أعراض الأنيميا زائد الـ underlying cause of anemia. هلا شو الأعراض اللي بيجوا المرضى أهم شيء؟ طبعا إذا واحد سألني أنا بدي تكونوا أنتوا يعني الواحد يكون up to the point، ما في داعي له خلاص عندي أنيميا، أول سؤال لما توقف بالدوخة ولا بوشرال ديزينس، مشان أنتوا كمان تعرفوها بوشرال ديزينس indicates أنيميا وindicate hypotension. يعني واحد عنده بوشرال ديزنس عندما بيجيني أنيميا أول سؤال بتوقفه بدوخة ولا، لأنه إذا بدوخ معناته عنده significant أنيميا.
اثنين ممكن طبعا البلد بريشر، وهاي مهمه بحالات اذا المريض عندهم انيميا ديو تو جي اي بليدنج. مرات الجي اي بليدنج، الجي اي بليدنج عند واحد سالني شو اهم شيء بلد بريشر لاينج وستاندينج وبوستشرال ديزنس. الجي اي بليدنج بيجي بجوز الواحد ما ينتبه انه عنده ملينا، بيجي بقول لك بوقف بدوخ. فالدوخه هاي البوستشرال ديزنس مهمه جدا بالانيميا وبالهايبوتنشن، بالاضافه للفوليت ليفل والسبلين. طبعا السبلين مهم بالهيموليتيك انيميا. طبعا بون مارو اكزامينيشن اخر شيء. بس انا بهمني في فحص دائما الطلاب لما تسالهم بيجاوبوا اول شيء هيموجلوبين. هيموجلوبين از لو ليفل ان هيموليتيك انيميا بات وي نيفر ريكويستد ذيس تيست، عمرنا بحياتنا ما طلبناه. فانا بهمني للطلاب يعني احنا براكتس، انا لما يجيني مريض هيموليتيك انيميا عمري ما طلبت له هذا الفحص. فانا بهمني للطلاب دائما ايش بهمنا، بهمنا انه هذا الفحص اذا واحد ساله از اكاديميك يعني معرفين كله، بس ما عمرنا طلبناه مشان الواحد ما يناقشنا بعد شوي فيه. هلا الريد سيل اندسز بعد ما اشوف الهيموجلوبين، بس احكي شيء بالشيء يذكر. لما نحكي الريد سيل كاونت لما الواحد دائما بالطلاب لما يسالوهم السي بي سي دائما نعمل احنا سكرين حسب شكوى المريض. يعني خلينا أقول لكم إذا واحد عنده انفكشن شو أهم شيء أشوف؟ بدي أشوف الوايت سيلز، ماشي. إذا واحد عنده بليدينج بدي أشوف البليتلس. إذا عنده أنيميا أو داوية وتعبان وبصر إيش بشوف الهيموغلوبين بالأول. يعني ما حدا يقول لي الريد سيل، الريد سيلز كاونت بس مهمة بالبوليساثيميا. يعني هذا مهم، يعني إذا واحد بيقول لي واحد عنده انفكشن أول شيء عيني بتطلع على الوايت بلاد سيلز، ما بتطلع على شيء ثاني. إذا واحد عندي بليدنج أول شغلة بتطلع عليها على البليتلس، تعبان وبوستشرال ديزنس بتطلع على الهيموجلوبين. هلا في عندنا احنا شغلتين مهمات اللي هي الام سي في والام سي اتش، تنشوف شو تعريفهم بالعربي. ما هو تعريف الام سي في؟ طبعا هذا اهم شيء بالموضوع تعرفوا لنا اياه. الام سي في يساوي حجم كريه الدم الحمراء متوسط قياس حجم كريات الدم الحمر متوسط، ماشي. هذا هو معناه ام سي في. يعني ما اطلع على ام سي في قديش من كورفاسيا، هو لازم نضيف ار طبعا، نضيفها نسينا نضيفها. متوسط قياس حجم كريات الدم الحمر بالعربي مشان الواحد، لانه انا اكتشفت او بكتشف من الطلاب انه مرات الواحد بحاول شيء. يعني انا لما كنت طالب ما كنت يعني في مواضيع ما اعرف افهمها الا تعرف شو معناها بالعربي، تدخل دماغي اكثر. فاذا الهيموجلوبين خضاب الدم بالعربي، المين كورسبوز قديش متوسط قياس حجم الكريات الدم الحمراء بيعطيك اياه الجهاز. الهيموجلوبين الام سي اتش اللي هي المين كوبرسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، ويعني اللي هو قديش متوسط الهيموجلوبين بكريات الدم الحمراء، قديش المتوسط. طبعا هذا مهم لان اول ما تطلع عليه بتطلع على ام سي في والام سي اتش، والام سي اتش سي مش كثير بنستخدمه. فاحنا اذا نستطيع ان نستنتج اذا ام سي في ارقام، والام سي في بعتبره رقم بدي ارقام، والام سي اتش بدي ارقام بكون موجود واحد فيتو لتر واحد بيكو جرام. فالواحد ممكن يسأل فهيك بنحسبهم. إذا واحد يعمل معادلة رياضية الام سي في الهيماتوكريت على الريد سيلز كاونت والفيتو لتر بنستخدمه بيكون من 80 لمية، إنه حسب المختبر ريفرنس بونس إحنا 96 بس احفظوها، يعني 80 لمية بيكون النورمال. الهيموجلوبين على ار بي سي كاونت البيكو جرام، الام سي اتش سي الهيموجلوبين على الهيموتوكريت. طبعا هون بيكون عالي الام سي سي بحالات الهيموليتيك انيميا، والام سي اتش بالهيموليتيك انيميا بيكونوا عاليين. طيب هلا انا بهمني لما الواحد يشوف السي بي سي النكست ستيب بده يحدد انواعها. بيجي بيقول لي مايكروسيتيك يعني حجمها صغير، نورموسيتيك حجمها طبيعي، ومايكروسيتيك حجمها كبير. لأنه أنا لما أطلع على السي بي سي بشوف الهيموجلوبين، النكس ستيب بشوف الأم سي في. إذا الأم سي في لو بقول مايكروسيتيك،
ام سي في نورمال راح احكي طبيعي، مايكروستاتيك عالي. فانا بدي هلا بدي اشغل دماغي، بدي احفظ لي كم من كلمه، وزي ما حكيت للطلاب الشطاره نشخص الكومن وليست الشطاره نشخص الرير. المايكروستاتيك اسبابها طبعا الام سي اتش نفس الشيء، بنحكيها بكروميك اللي بالعربي الكروم معناته كروم الصبغه، لما يكون الام سي اتش لو قليل الصبغه يعني الهيموجلوبين فيه قليل، هيك معناها. والام سي اتش سي الهيموجلوبين. بس انا بهمني طبعا الريتيك كاونت اللي هي تساوي الريتكس على الهيموجلوبين. ماشي، احنا هلا بنحكي معها بعدين، بس خليني انا مشان احنا نحفظ هذول خليني بالترتيب. مايكرو سيتيك، انا اسهل علي لما يجيني السي بي سي، زي ما اليوم شفنا لما طمع كان مجموعه من الطلاب، لما اشوف السي بي سي الهيموجلوبين لو النكس ستيب شفته ام سي في لو، انا اسهل علي اقول الاسباب الكومون. طبعا في عندنا رير، الرير هون بحطها ارث دي، في شيء اسمه سيدروبلاستيك انيميا كل سنتين ثلاث بنشوف مريضه، فانا ما راح نضيع وقتنا على إيش رير. انا بهمني المايكرو اللي هي ايرون ديفيشنسي انيميا رقم واحد. إذا واحد سألني شو الكوزز في مايكروسيتيك أنيميا بالأردن، بقول له رقم واحد أرو ديفشنس أنيميا، اثنين ثلاسيميا، ثلاثة أنيميا في كرونيك إنس. ليه بحكي هيك؟ ليش بحكي أنا الكومون؟ بحكي الكومون لما يقول لي أرو ديفشنس أنيميا الفحص لو حطرب له في الريتين، لأنه الإشي المهم بالأنيميا إحنا شغلتين قاعدة مهمات بالأنيميا. واحد إنه المريض تبي تريتد كونزيرفاتيفلي، يعني أعطيه آيرون، أعطيه فيتامين بي 12، أعطيه فوليك أسيد ويتحسن، ما أعطيه دم. اثنين أشوف السبب الكوز، دائما الأنيميا بدي كوز، يعني ما بصير الأنيميا لازم ندور على سبب، لأن الأنيميا ريفليكشن إنه في شيء غلط عند البني آدم. طيب المايكروسيتيك أنيميا، آيرون ديفيشنسي أنيميا، الآيرون ديفيشنسي أنيميا طبعا بالفيميل الز قاعده بالطب، ما قد موسكم من كوز اوف انيميا اللي هي الفيميلز عشان المنسز، والمنسز تعملنا ايرون ديفيشنسي انيميا. اثنين ثلاسيميا. هلا انا شو بعمل؟ بدي اعمل هون في الروتين، طبعا الفروتين دائما زي ما حكينا اكوت فيس رياكتنس، دائما نعمل معاه اي اس ار، نعمل معاه اي اس ار. فبطلب في الروتين بالاول، اول شيء اثنين هون راح اطلب انيميا وفي كرونيك إلنس. الأنيما العفو أنت هيموغلوبين إلكتروفريسيس، هون راح نطلب هيموغلوبين إلكتروفريسيس. هيموغلوبين إلكتروفريسيس يعني هو ترحيل الهيموغلوبين وليس بروتين. أنيما في كرونيك ديزيز بيكون الفريتين عندهم عالي، فريتين لو بالآيرون ديفيشنسي أنيميا. الثلاسيميا طبعا بيكون الفريتين عالي لأنه المريض بيكون عندهم آيرون أوفرلود. فهاي المايكروسيتيك. هلا بيجيني المايكروسيتيك، مايكروسيتيك يعني الام سي في هاي، في عندي ميغالو بلاستيك انيميا، ميجا معناها كبير يعني حجم كريات دم الحبيض حمراء كبير، واهم سبب بنقول فيتامين بي 2 فوليك اسيد. يعني انا لما احكي ميغالو بلاستيك انيميا انا راح اقول فيتامين بي 12 فوليك اسيد يساوي ميغالو بلاستيك انيميا. يعني انا بعمل كلاسيفيكيشن، بقول ماكروسيتيك انيميا في عندي كلاسيفيكيشن ميغالو بلاستيك انيميا، وميغالو بلاستيك انيميا يعني فيتامين بي 12 and folic acid، يعني يا الفيتامين بي 12 لحاله نازل او الفوليك اسيد لحاله واثنين مع بعض بنسميها ميغابلاستيك انيميا. نان ميغابلاستيك اللي هي مثل ليفر ديزيز، ثايرويد، الكحول، ابلاستيك، كلهم بيعملوا لنا هاي ام سي في. انا بيهمني هذا الواحد يعرف لي الوضع كله، هيك بصير. هلا الشغله الثانيه اللي هي النورموسيتيك، زي ايش نورموسيتيك لما الواحد بده يحكي لي؟ انا بيهمني النورموسيتيك اهم شغله تعرفوها اللي هي اند ستيج رينال ديزيز، بيعمل لي نورموسيتيك انيميا. ودائما بيجينا سؤال اللي هو السؤال راح يحكي مريض، السؤال بيجي بيحكي لنا دائما في سؤال مريض عنده سكري، هيك دائما السؤال، وبعد شوي صار انيميا نورموسيتيك بنقول لهم اند ستيج رينال ديزيز، او ممكن انيميا في كل الكنس، او هون بدي اضيف الملتيبل مايلوما كمان، نسينا نضيفها مايلوما بتعطيني نورموسيتيك انيميا. طبعا هذا كلاسيفيكيشن اسهل شيء، وفي عندنا ميكس عشان هيك بط في المهم، يعني هذول الكلاسيفيكيشن بيهمني الطلاب يعرفوا الكلاسيفيكيشن هذا واسهل شيء نحفظهم. طيب فاحنا هلا بدنا نحكي كيسز. اذا مايكروسيتيك
ارون ديفشنتي 30 ماني بكونك مايكرو سيتيك، بس هون بدي احط مايكرو سيتيك شغله مهمه هي بدنا نحكيها بعدين. مرات هيموليتيك انيميا اللي هي لانه الريتيكولوسايتس بكون حجمهم كبير، فمرات الهيموليتيك انيميا ممكن يعطيك هاي ام سي في هيموليتيك انيميا، مرات لانه الريتيكس بكون حجمهم كبير. طيب خلينا نحكي عن هاي المريضه، اجت 23 سنه في ميل تدرس الجامعة، عندها بوشرال ديزنس وهي في منسز 3 مانس دوريشن. هلا انا لما يجينا المريض مشان تعرفه بدي اسال عن ثلاث امور، حكينا الاندرلاين كوز بدي اسال السيمتومز والبوسيبل كوزز من الهيستوري، هلا بنحكيهم. هيفي منسز اول شيء عندها المريضه، هلا ما عندها جي ابليد، اهم شيء نسال على الجي ابليد ميلينا او فريش بلاد او هيماتيمسيس. والجي اي سيمتومز، طبعا ليش الجي اي سيمتومز مهمه؟ الجي اي سيمتومز هنا بهمنا شغلتين انا بدي احكي لكم عنهم، اللي هم مال ابزوربشن اللي هي سيلياك ديزيز، لانه مهم تعرف انه سيلياك ديزيز بيعمل انيميا. والشغله الثانيه دائما يسالوا عنها اللي بيكونوا عاملين سليف وعمليات المعده، هاي سليف هاي اللي بيقصوا فيها المعده، بكلهم بنتهم بايرون ديفشنسي انيميا سليف هذول. فاحنا بنسالهم دائما في نزيف ميلينا او لا، جي اي سيمتومز اللي هي عبد من البين دياري واتس ايفر، لانه مرات ممكن كمان الجي اي سيمتومز مهمه بالكانسر كولون، ممكن يجينا ايرون ديفشنسي انيميا كانسر. هيماتوريا، كثير مرضى صراحه بيجونها على المستشفى انيميا بتحول وبكون عندهم هيماتوريا كيدني ستونز، مع الوقت بضلوا ينزل الدم يصيروا ايرون ديفشنسي انيميا. والجي اي سيرجري مهم نسال عنها، ماشي. انا بهمني يعني الواحد لما يجي ثلاثي، طبعا احنا شيء بس لازم نسال جوندس، الجوندس يساوي هيموليتيك انيميا، ماشي، جوندس يساوي هيموليتيك انيميا. انا هذا واحد بيجيكوا بالكيسز، واحد بيقول لك عنده جوندس وعنده انيميا، بتقول له انا بدي افكر هيموليتيك انيميا حتى يثبت العكس. هاي مريضه، خلينا نقول مريضه هايها نفسها وهاي فحوصات المستشفى. هلا انا اول ما اجت شفت الهيموجلوبين، هون الهيموجلوبين 6.7، بعدين زي ما احنا شايفين الهيموجلوبين 6.7 الام سي في اندسز عندها ام سي في لو ام سي في، انا بهمنا ام سي في، الام سي اتش بس كانت لو بجوز بداية الزغر، ام سي اتش كان لو، فبنقول مايكرو سيتيك أنيميا. شو ديفرنشال دياغنوسيس؟ واحد ايرون ديفشنسي أنيميا ثلاسيميا، أول فحص بطلبه اللي هو الفريتين، الفريتين لو ايرون ديفشنسي أنيميا. بس إحنا إذا شايفين هون هاي كيف نضايع، إذا إحنا شايفين هون إذا أنا شايف هون، لأنه بس هنا إذا إحنا شايفين هون، هون طلعوا لي على هاي هون كاتبين بريمونيبوزل قديش الفريتين أقل بوسمونيبوزل، بس هاي بدي إياكوا تعرفوها. هلا بعد ما نعملها هاي إحنا عملنا البلوت فيلم، هاي البلوت فيلم هون. هلا البلوت فيلم شو معناها؟ احنا حكينا البلوت فيلم بدنا نحكي البلوت فيلم، اذا طلعنا هون اذا احنا شفنا هون بنشوف القليل الصبغه، هون بنشوف الصبغه قليله، فبنقول انه هاي الموست لايكلي دايجنوستس ايش عند المرضى؟ هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا، هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. هلا شو التشخيص بصير؟ ايرون ديفشنسي انيميا لانه المريض عنده هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا على البلوت فيلم، لانه المريض عنده الفريتين لو، لانه المريض عنده ام سي في لو ام سي اتش لو. هلا شو السبب هاي المريضه هيفي منسز؟ الايرون ديفشنسي انيميا بهمنا نعرف انه الهيفي منسز هي السبب
هذا بالفيميلز لازم نسأل على المينسز. إذا ما كانش فيه يعني فيميلز وفيش هيستوري واضحة، المرضى معظمهم بنوديهم يعملوا أبر أند لور جي أندوسكوبي تو رول أوت جي أي كوزز. الجي أي كوزز أكثر إيش اللي بنشوفها، اللي هي إيش بنشوف إحنا أكثر إيش، أكثر إشي بنشوف بكيفها الجي أي كوزز. أهم سبب شفنا لانج غاستريك كانسر، بنشوف غير الغاستريك لانج غاستريك كانسر بنشوف بنشوف مثلا مرضى اللي عندهم لانج كولون كانسر سيلك ديزيز مال ابزوربشن. هلا سيلك ديزيز لو واحد سألني شو بتعرف عن سيلك ديزيز، جوابي شو راح يكون؟ ثلاث اربع كلمات مشان تعرفوهم. اول إشي بالبايبس بنشوف فيلاس اتروفي، بصير عندهم مال ابزوربشن انفولمنت ان تيرم اللي هي السمول باول، البايبس بنشوف في عندهم فيلاس اتروفي، بكون عندهم فيلاس اتروفي. مهمه جدا هاي فيلاس اتروفي. هلا الفيلاس اتروفي شو بيكون عندهم فيلاس اتروفي؟ عشان هيك شو تريتمنت؟ جلوتين فري دايت. شو برزنتيشن؟ ممكن معظم المرضى يجونا انيميا ارو ديفشنس انيميا، بيجونا ميكست انيميا. طبعا الفريتين مرات لما انت بدك تشوف الفريتين لازم تعمل له ايش، الفريتين لازم نعمل معاه اي اس ار، لازم نعمل معاه ايش، لازم نعمل معاه اي اس ار. الفريتين اي اس ار ليش؟ لانه اكوت فيس رياكتنس. يعني مرات الفريتين بيجينا في ميلز عندها نمونيا بكل الفريتين 40 اي اس ار 100، ذس از ارو ديفشنس انيميا لانه اكوت فيس رياكتنس، فاحنا بدنا نعطيها ايرون تابلت. مع هاي البلوت فيلم، اذا واحد قال لي شو بتلقى البلوت فيلم، في عندنا هايبوكروميك، يعني هايبوكروميك قليل الصبغه، هايبوكروميك قليل الصبغه تي هو هين بنشوفهم، وهون بكون عندهم بنسل شيب سيلز وهايبوكروميا. هلا شو العلاج بعد ما شخصنا ايرون ديفيشنس انيما وشفنا السبب؟ العلاج بعده راح يكون، العلاج راح يكون تريتمنت. هلا التريتمنت انا بفضل اورال ايرون، اورال ايرون تابلتس توايس او ثري تايمز ديلي، بس مرات بيعمل سيفير جاستريك ابسيت وكونستيبيشن نعطيهم اي في ايرون، لانه مرات بيعمل اليرجي ما بنحب نبلش بالاي في ايرون. يعني هاي قاعدة، أنا ما بحب أبلش IV iron إلا إذا المريض ما تحمل الأورال iron. طبعاً ميكس أنيميا مرات بكون عند المرضى اللي بسيلك ديزيز بنشوف أكثر شيء، بكون عندهم ميجال بلاستيك زائد أرو ديفشنس أنيميا مايكرو مايكرو سيتيك، فالجهاز بعطيك أفريج نورمال، بكون عندهم طبعاً زي هيك هايبر سيجمنتيشن. هلأ بس نحكي عن شو الأذر ساينز اللي هي كولونيكيا. زي ما احنا شايفين كولونيكيا مرات بنشوف في مرضى الآيرون ديفشنس أنيميا بيّن زي سبون شيب، بسميها كولونيكيا موجودة هاي. والله كذا مريضة شفنا بيكون عندهم كولونيكيا اللي هي موجودة بمرضى اللي عندهم آيرون ديفشنس أنيميا. طيب هلا العلاج، زي ما حكينا العلاج احنا بنعطي اورال ايرون تابلتس الا اذا المريض ما تحمله. اذا المريض ما تحمله بنعطيه اي في ايرون، او يعني انا اذا سالوني مين المرضى اللي بدك تعطيه اي في ايرون، اذا المريض ما بتحمل الايرون تابلتس، المريض اللي عنده مال ابزوربشن وخصوصا هذول اللي حكينا عنهم اللي بيعملوا جاستريك سليف، يعني بعد الجاستريك سليف بعد ما يقصوا المعدة بصير بول أبزورشن. فالحل إنه نعملهم شو اسمه، نعطيهم آي في آيرون. هلا الموسكو من كوز أوف آيرون أنيميا، آيرون ديفشنس أنيميا حكينا اللي هي منسز وبرغنانسي غاسترو انتستينال ومال أبزورشن سيلك. بس خلينا هون، هذا مريضة بس أحكي لكم قصة. هاي المريضة أجتنا يعني كان عندها أنيميا، الهيموغلوبين كان عندها يمكن 5 جرامز،
كان عندها الهيموجلوبين 5 جرامز. لما عملنا الام سي في طلعوا عندها ام سي في لو، والمينز مريضه لما سالناها على المينز كانت ريجولر ما عندها مشكله، بس الشي ريبورت انه عندها كونستيبيشن، فقلنا كونستيبيشن وانيميا ما في الا مشكله نعملها تنظير. فعملنا تنظير فكان عندها اوبستراكشن زي ما احنا شايفين هون، فطلعت كولون كانسر المريضه، عملت جاستريكتومي. فالارون ديفيشنسي انيميا ممكن يكون early presentation of of colon cancer. يعني نذكر يعني انا الارون ديفيشنسي انيميا اذا واحد بيسالني بدي اقول له لو ام سي في لو ام سي اتش، بدي احكي له بده يكون عندهم فريتي لو، بدي احكي له انه بدي ادور على الجي اي كوزز والمينسز، بدي احكي له بنعطيه ايرون تابلتس، بس المهم نشوف الاندرلاين كوز. اذا ما كانش اذا ما فيش كلير هيستوري يعني مش في ميلز، بدي اعمل له تنظير. وزي هذا المريض كان عنده هنا زي ما انتم شايفين بوليب، كانت عملت له انيميا ظل ينزف منها. طبعا الديفرنشال دايجنوسيس مشان انا كمان بهمني، ام سي في لو ثلاسيميا، الثلاسيميا ببلادنا بتعمل لو ام سي في، فبتلقى عشان الزواج لازم يعمل فحص الالكتروفوريسيس. انا الالكتروفوريسيس بيكون عندهم ايش الهيموجلوبين اي 2 عالي، الثلاسيميا ماينور بتحفظوها هيموجلوبين اي 2 عالي. انيما في كرونيك انس بكون عندهم الفريتين هاي وسيرام ايرون لو. بس انا اذا بيجيني مريض اهم شيء لازم نعمل له المريض لازم دائما نعمل له اي اس ار مشان اشيك على الفريتين اذا تاكيوت فيس اكسنس لا، خصوصا لما يكونوا بوردر لاين. هذه معلومه مهمه تعرفوها، يعني انا هذول مهم جدا. اذا واحد سالني شو اسباب differential diagnosis، يعني ما هي خلينا نقول الاحتمالات التشخيصيه او احتمالات التشخيصيه لمرض عنده واحد لو ام سي في لو ام سي اتش، في عندنا ثلاسيميا الجواب هيموجلوبين الكتروفريسيس، انيميا في كرونيك انس فريتين عالي، فانا لازم اعمل فريتين. طبعا هون هاي مشان الانيميا في شيء اسمه ايرون اللي هي ترانسفيرين ريسبتور، ترانسفيرين ريسبتور ما بنعملها فما راح احكي عنها لانه انتم الطلاب تتذكروها دائما. طيب هاي 39 اليوم فرجينا السي بي سي للشباب، هذا المريض اللي بس كانت الام سي بي 124 عشان الاماني. مريض عمره 39 سنه، شاب كان يصحي يطلع برا، هلا بنحكي ليش. كان عنده بلور لو ليم نبنس فيتلايجو اوف وان يير ديوريشن، نو جي اي سيرجي، نوت فيجيتيريان. طبعا الهيستوري اذا بدنا ناخذ الهيستوري، اذا اول شغله بوشرال ديزنس جي اي بليدنج، هذول الارو ديفشنسي انيميا. للفيتامين بي 12 والفوليت لازم نسال عن النبنس او النيوروباثي، لانه فيتامين بي 12 يصير نيوروباثي. بدي اسال اذا المريض عنده سيرجري او اذا كان بوكل نباتي او لا. النباتيين بكون عندهم فيتامين بي 12 ديفيشنسي. اكثر شيء بنشوفها بالمرضى الهنود اللي بيجونا من المصنع معظمهم بكونوا فيجيتيريان، ولانهم فيجيتيريان بكون عندهم فيتامين بي 12 لو. هلا طلعوا هون لما نطلع على السي بي سي، هون الوايت سيلز لو، هيموجلوبين لو، بليتلس لو. فلما يكونوا كلهم لو بنقول عند المريض بان سايتوبينيا، ماشي. فهذا المريض واحد قال لي شو عنده، بدي اقول له اول شغلي خليني بس اكتب هون، بدي اقول له اول اشي هون في بان سايتوبينيا. بان سايتوبينيا شو الكوزز؟ بدي اقول له الكوزز واحد. طبعا احنا راح نخلص خلال 10 دقائق بنرد نرجع الكوزز. اول شيء راح احكي له واحد هايبر سبلينزم، يعني اول شغلي اول ساين بشوفها سبلين هايبر سبلينزم، بيعمل لي هايبر سبلينزم. هاي مشان تحفظوها، انا بدي اكتبهم مشان الواحد يتذكر. اثنين بدي احكي له بون مارو فيلير، البون مارو لما يكون ابلاستيك انيميا انفلتريشن كذا اللي فيه بون مارو فيلير، يعني وات ايفر ذا كوز البون مارو ميك الهواء. ثلاثه
بدي احكي له في اشي اسمه اوتوميون. اربعه بحكي له ميجالو بلاستيك انيميا. هذول الكوزز اوف اوف ايش؟ كوزز اوف بانسايتوبينيا هايبر سبليزم. فاول واحد لما يجينا اول شغله بنشوف سبلين ذات فيل بالبابل وحجمه يعني بالبابل مش جاست بالبابل لارج سبلين زي اليوم شفناه مع الطلاب. بدنا نفكر يكون هايبر سبليزم. فاذا من السبليزم كل شيء بيرجع طبيعي. واكثر شيء بنشوفه البورتال هايبرتنشن بون فارو فيلير. اكثر شيء بلاستيك انيميا والكانسر يعني بشكل عام اي شيء بيعمل فلتريشن بس هي اشهرهم بلاستيك يعني مشان الواحد يعرف السبب. بلاستيك اللي بالعربي معناها بلاستيك انيميا فقر دم لا تصنعي يعني المصنع دم خربان. اوتوميون بنشوفها بمرضى اللوبس يعني كثير بيجونا مرضى في ميلز بنطلع عليهم بيطلع عندهم انيميا بنعمل بون مارو طبعا بيكون هابر سولار بيكون عندهم لوبس والميجالو بلاستيك انيميا. بس انا بهمني انه الام سي في عندها عالي. طلعوا الام سي في عنده ايش الام سي في هون عالي. فانا بقول باين سايتوبينا زائد هاي ام سي في وسبلينات بالبابل الريتكس لو يعني بعد ما نشوف فحوصات ثانية رح نستغرب على الفحوصات ماشي. فهذول لازم نعرفهم انه بان سايتوبينيا ريتكس لو معناته مش هيموليتيك انيميا والام سي في عالي. بدي افكر فيتامين ميجال بلاستيك او اللي حكيناهم اسبلين نوت بالبابل رول اوت بلاستيك انيميا بوسيبل اوتوميون بوسيبل وميجال بلاستيك انيميا محتمال. هلا هذول ايدين المريض هذول ايدين المريض اللي هم بايلاترال بنشوف هايبوبيجمنتيشن هاي فيتيلايجو هاي فيتيلايجو ماشي. هلا المريض لما عملنا ليفر فانكشن تيست شفنا عنده الاندايركت بلوروبين عالي زائد اللاكتيك ديهيدروجينيز عالي. بس هذول الهاي يعني كمان خليني اكتب هنا نيو سلايد مشان انتم تتذكروا الهاي يعني. هلا عند المريض صار عنده اذا باي سايتوبينيا لوريتكس عشان احنا نحدد هاي ال دي اتش هاي ان كونجيجيتد بالروبين او اندايركت. هلا واحد بده يقول لي اذا ممكن الديفرنشال نقول هيموليتيك انيميا هيموليتيك او يكون ميجالو بلاستيك. بس شو اجينست الهيموليتيك بنقول له لانه الريتكس لو فبنشطب على الهيموليتيك هاي لانه الريتكس ايش ريتكس لو الريتكس لو. فأنا هيك بهيك طريقة بدي أشطب إذن أنا بدي أشطب لأنه الريتكس لو. فأنا بقول ميجال بلاستيك أنيميا عملنا له فيتامين بي 12 كان عنده لو فالمريض شخصناه ميجال بلاستيك أنيميا. هلا المريض الميجال عنده فيتلايجو هلا شو بدي تحفظوا لي عنده الأبر أنتي باريتال سيل أنتي بادي بوزيتيف عنده أبر جهاز ديسكوبي جاستريك أتروفي فشخصنا أتروفي جاسترايتس. فهيك بصير التشخيص برينشس بالعربي معناها الأنيميا الخبيثة برينشس أنيميا أتروفيك جاسترايتس وهاي الأسوشيشن مع إيش أسوشيشن أسوشيشن مع الفيتيلايجو أسوشيتد ويذ فيتيلايجو. الفيتيلايجو أوتوميون. هذا لأنه إنه صارت إذا المريض هذا من جميعهم بانسايتوبينيا هاي كنا مش هيموليتيك لأنه ريتكس نورمال عملنا له بلوت فيلم طلع عنده اللي هابر سيجمنتيشن وفيتامين بي 12 كان عنده لو الفيتامين بي 12 كان عنده لو. هاي الابزوربشن للفيتامين بي 12 بده جاستريك باريتال سيلز في عندنا انتنسيف فاكتور باخذهم للتيرمينال اليوم والاذر جو. اذا شو الكوز فيتامين بي 12 ديفيشنسي فيجيتيريان اتروفي جاسترايتس والمرضى اللي عندهم كرونز والفيجيتيريان طبعا. بس احنا للتذكير انه هذا طلع بريشس انيميا
اللي بيعملوا جاستيك سليف ممكن يصير معهم، واللي عندهم سيلر ديزيز. سامعين؟ في أي سؤال؟ الجماعة سألونا أي شيء. متابعين علي ولا مش متابعين؟ طب اكتبوا لي. متابعين دكتور، متابعين. يعني بدكم نحكي شوي شوي ولا سريع أنا؟ لأنه دائما ممتاز. سريع. طيب خليني بس أذكركم شغلي ما تنسوها. هذا المريض أخذ علاج وتحسن دمه. اليوم فرجينا فحوصاته للشباب. بعد بسنتين، كانت هاي العاصفة الثلجية اللي قبل كم من سنة، أجى المريض عنده كوما، البلس ريت عنده يعني بجوز عنده 35 وكوما، وكان عنده بريكاردال فيوجن. شو كان عنده؟ هاي صورة بريكاردال فيوجن. شو السبب كان؟ كان عنده، مشان احنا نتذكرها هاي بنحط ما تنسوها، الأترف اللي هي الفيتيلايجو اسوشيتد مع ايش؟ هلا صار معاه هايبوثايرويديزم يا جماعة، صار معاه هايبوثايرويديزم. والهايبوثايرويديزم كيف عرفنا؟ كان عنده تي اس اتش هاي والتي 3 تي 4 لو، كان عنده برايمز هاشيموتوز ثايرويدايتس، كان عنده في اسوشيشن فيتيلايجو، مشان تحفظوها. الفيتيلايجو ايش اسوشيتد؟ الفيتيلايجو اسوشيتد مع، بالله احفظوا لي اياها، مع البريشس انيميا ومع ثايرودايتس اللي هي هايبوثايرويدزم. كثير مرضى بيجونا هايبوثايرويدزم ويكون عندهم فيتيلايجو، فالفيتيلايجو صاير مهم تعرفوها. هاي الفيتيلايجو، المريض اخذ فيتامين بي 12 واخذ علاجه وتحسن. طيب نحكي عن اخر مريضه. طبعا اذا البث راح بنرد. البريكارديال افيوجن يمكن من هايبوثايرويدزم ولا من ايش؟ البريكارديال افيوجن بيعمل بريكارديال افيوجن. اذا واحد سالني شو الفيوجن، طبعا بالاضافه للي حكوهم لوباس وفايرال انفكشن كذا، بس هايبوثايرويدزم بيعمل بريكارديال افيوجن. هايبوثايرويدزم بيجوا المرضى، عند المرضى بيسموها كوما، بيصير عندهم هايبوثيرميا. هذا المريض اجى بالشتاء، ما هو اكل هواء بالشتاء لأنه هايبوثايرويدزم. طيب مريضة هاي اسمها أنديرا رئيسة وزراء الهند، كان تسميها اسمها 39 year old female patient married presented with valor mild jaundice shortness of breath and exertion of 3 weeks duration. الاكزاميشن كانت بيل، عندها jaundice طبعا، مشي يعني أولادها كانوا يقولوا لها عيونك مصفرة، ولما فحصنا بطنها سبلين جست بالبابل. طبعا أنا مدام عندها بالور، بس خلينا احنا نشرح، انا بدي اشرح هيك احسن. هلا انا المريضة عندها جوندس، انا لما يجيني مريض بالور وفاتيك بدي اعمل له سي بي سي اول شيء، وبدي اعمل له ليفر فانكشن تيست، لانه حسب شكوى المريض انا بدي اشوف شو المريض بيشكي. ماشي يا شباب؟ يعني اول ما يجيني المريض بالور وفاتيك بدي اعمل له سي بي سي، وبعدها بدي اعمل له ليفر فانكشن تيست بدي اشوف شو هالجوندس تبعته. بس سي بي سي طلع عندها، هي طلعت هاي 11000 بالضبط. لما رجعنا اللي طلع عندها الهيموغلوبين 6 جرامز، يعني الابر ليميت اوف نورمال وايت بلاد سيلز. هي صار معها رشح، المريضه رشحت بعد 3 اسابيع، صار معها هيك 4 اسابيع. الام سي في عالي، البليتس 202000، هيموغلوبين 6 جرامز، معناته المريضه انيميك. ادام 6 جرام انيميك. هلا السؤال اللي بعده، انا بدي هاي السي بي سي عنده انيميا، هلا اللي عملنا البيلوروبين، عملنا الليفر فانكشن تيست، طبعا الليفر فانكشن تيست يشمل توتال بروتين البومين واي اس تي ال ال تي كلهم نورمال، ما عدا البيلوروبين كان عندها التوتال عالي والدايركت نورمال. فاحنا بهيك حاله طرحنا 62 ماينس ناقص 8 طلع 4. هلا لما الواحد يحكي لنا شو الكوزز بنقول له لحكيناهم. طبعا هاي المريضه اذا شو طلع عندها؟ التوتال بيلوروبين عالي، دارك الال دي اتش عالي. هلا انا زي ما احنا حكينا قبل شوي، شو قلنا احنا قبل شوي؟ قلنا بدنا نميزها، ما هو ممكن يكون كمان واحد يقول لي ليش ما تكون ميغال بلاستيك انيميا. فشو اول فحص بدي اعمله انا؟ هلا انا بقول هاي المريضه احتمال واحد هيموليتيك انيميا، واحتمال تكون ايش؟
قالوا بلاستيك انيميا، فشو الفحص راح اعمله؟ ريتكس اول شغل الريتكس، انا هاي المريضه راح اعمل الريتكس، الريتكس هو راح يحدد لي الاتجاه تبعي ماشي. اول شغل راح اعمل الريتكس. هلا الريتكس قديش عندها؟ شايفين الريتكس هيو 30%. اذا انا خليني بس هاي المهمه، بس النقطه هون الجزئيه نحكيها. هلا انا بقول هاي المريضه اجتني عمرها 39 سنه، المريضه عندها انيميا، عندها جونديس، انا طلبت وعندها بوستشرال ديزنس وبلور وكذا، والناس خبروها انه هي بتقول تعبان وكذا، عملت سي بي سي انيميا هاي ام سي في شوي، عملت ليفر فانكشن تيست طلع عندها الاندايركت بلوروبين عالي واللاكتيك ديهيدروجينيز عالي، عملت ريتكس صار 30%. هلا بعد شوي بعد ما صار 30% راح يكون في سؤال، السؤال هاي عند المريضه هيموليتيك انيميا انا شخصتها. هلا مشان المانجمنت وانا مشان تتذكروا الهيموليتيك انيميا في عندنا تو مين لاينز، مشان الواحد بحياته ما ينسى، في عندنا الاميون، اميون يعني السبب مناعي، وفي نون اميون. ليش انا بهمني؟ مشان شو العلاج؟ العلاج يا اما كورتيزون او بدي اعطيها بلا ترانسفيجن، يعني هذول المين لاين. هلا اللي بيحدد لي طبعا، انا مشان تحفظوا شغلي، كل الاوتوميون ديزيز اللي الله خلقهم، كل الاوتوميون ديزيز باخذ ستيرويدز، لانه ستيرويدز بيعمل بقضي على الليمفوسايتس اللي بتطلع اميونوجلوبولينز اسم بالازداد. فانا دائما السؤال اوتوميون هذا هيموليتيك انيميا، النكست ستيب بدها دم ولا؟ لانه مرات في مشاكل هذول فيهم الدم لما نعطيهم باكتريت سيلز. فالسؤال انه هاي بقول هيموليتيك انيميا لانه هابتوجلوبين قلنا ما بنعمله، يعني ما حدا يجيب لي سيرته. بقول انا هيموليتيك انيميا لانه التاتل الاندايركت بالروبن عالي، الاندايركت ان كنت طبعا. هلا بحكي شو السبب الثاني، هاي ان كونجيجيتد بالروبن في مرض اسمه جيلبرتس ديزيز. بس كل شيء بكون نورمال، السي بي سي بكون نورمال والدي اتش كله اسمه جيلبرتس ديزيز، جيلبرت LDH عالي، عملت الريتكس طلع عندي 30%. السؤال شو الفحص اللي بدي أعمله بعدين؟ بدي أعمل هذا الفحص ماشي. الفحص بتحفظوه اسمه دايركت كومز تيست، بس هو كل العالم اسمه دايركت أنتي جلوبلين تيست، إلا بالمستشفى عندنا بسموه دايركت كومز تيست، دايركت أنتي جلوبلين تيست أو دايركت كومز تيست. إذا بوزيتيف بنسميه أوتو أميون هيموليتيك أنيميا ماشي. انا هاي بهاي اللي بدي اياكم تعرفوها، انا هاي الفكره اللي لازم نوصلكم اياها. يعني انا هون بقول هيموليتيك انيميا لانه لو هيموجلوبين ام سي في هاي، هاي ريتكس ال دي اتش كذا، السؤال اللي بعده اعطيها السيروز او لا، بدي اعمل الدارس كومز تيست او دايركت انتي جلوبولين تيست طلع بوزيتيف، بقول ذيس از اوتو اميون هيموليتيك انيميا. طبعا في عندنا برايمري ما له سبب، في سكندري اشهرهم لما نحكي سكندري كوزز بالفيميلز لوبس وبالميلز ممكن يكون لينفوما، اذا بعمله او ممكن له بس بالميلز كمان. فبقول داري كوبس تيست بصير التشخيص اوتوميون هيموليتيك انيميا. هلا بنيجي بنعمل البلاد فيلم، بكون عندهم هون البلاد فيلم هيك، احنا لازم مش بكون عندهم دنس هون، هون هاي النورمال طلع هون في بلور ثيرد، هون بتكون دنس بكون لون هون بلويش، بنقول بولوكروميزيا اللي هي الريتك زاد سفيروسايز، بنسميه اللي هي فيتشرز اوف اوتوميون هيموليتيك انيميا، فيتشرز اوف اوتوميون هيموليتيك انيميا. فبنقول هذول المريض بدنا نعطيه ستيرويدز، العلاج ستيرويدز. هل هذا طلع نيجاتيف ستيرويدز؟ ستيرويدز اول فيرست لاين ستيرويدز، طبعا في ممكن نعمل سموك ممكن كذا، بس الفيرست لاين ستيرويدز، وزي ما شفناها بعد الرشحه صارت معها ستيرويدز. يعني في مريضه نفس الشيء وهي عندها بوليكروميزيا، هذول الريتكس بكون حجمهم كبير، لما نحكي الريتكس زي ما انتم شايفين حجمهم اكبر من العاديين اللي هون. طبعا مريضه جاتها انا كورونا صار معها تيمين هوليتيك انيميا، الريتكس كله كان عالي. إيشي بشوفه أنا الهابر جلايسيميا، يعني الجلوكوز إنكريز جلوكوز، غير هيك
غير الهايبر جلايسيما ممكن يعمل هايبر تنشن، ممكن يعمل طبعا اللي هي الفيتشرز تبعونها، بس بهمنا بتعمل ايفاسكولار نيكروسيس ذا بون، بيعمل استيبروسيس، بيعمل انفكشن واشهر الانفكشنز اللي هي كانديدا فجانا الاورال كانديدياسيس، بيعمل فانجال انفكشن، بيعمل بروكسيمال مايوباثي، وممكن يعمل عن جد بيعمل شغلات كثير. فلازم تحفظوا السايد افكتس، مهم جدا للطلاب يحفظوا السايد افكتس. انا بهمنا السايد طبعا بالاضافه، بس انا احكي عن الفوليك اسيد. الفوليك اسيد بس احكي الفوليك اسيد ديفيشنسي بصير ديفيشنسي عند المال ابزوربشن، بعدين بالهيموليتيك انيميا، زائد البريجنانت. هلا الستورز والفوليك اسيد بالجسم 3 مانس، والستورز للفيتامين بي 12 3 ييرز. يعني اذا واحد هلا ممنوع ياخذ فيتامين بي 12 بعد 3 سنين ببين، الفوليك اسيد ببين 3 اشهر. فعشان هيك مرضى الهيموليتيك انيميا ببين عليهم بسرعه، فلازم نعطيهم فوليك اسيد بلس فوليك اسيد. يعني مريض بياخذ استيرويدز بلس فوليك اسيد. الفيتامين بي 12 بدهم ياخذوا مينتيننس حسب، اذا والله سليف بده طول حياته ولا ادروفيكاسايتس، في عندنا لودينج وفي عندنا مينتيننس. طبعا هنا احنا بنقول هاي اللي حكيناها له، بس بدنا نعطيهم فوليك اسيد. اذا ما زبط نعملهم سبيكتوم، نعطيهم دواء اسمه روتوكسيمان. بس انا هاي الشغله مش ستيرويدز ما زبط، ممكن ياخذ روتوكسيمان ومش طبعا شيلت تحل، ياخذوا بروفلاكسيس فاكسين نيمو فاكسين، ياخذوا كوب الامتحان. طبعا انا لانه دائما مشان الامور تكون كويسه. 75 year old male patient presented with anemia bone x and hypercalcemia. طلعوا هون هاي بنسميها ليتيك بون ليجن، بنسميها ليتيك بون ليجن، تنخر العظم. طبعا المريض اجت انيميا نورموكروميك نورموسيتيك، الهايبر كالسيوم الكالسيوم كان عندها عالي، الباراثيرمود هرمون سبريست معناته سكندري هايبر كالسيوم، عندها بون اكس، عندها لي اس ار كان عالي عنده. هلا فطلع عندهم ايش؟ ليتيك بون ليجن هذا الاسود، يعني في تنخر بالعظم. هذا ولا تنخر، لا انا بدي اشخص مايلوما. وات ام جوينت تو دو انفستيجيشن، بدي اعملها فحص اسمه سيرام بروتين الكتروفريسيس. سيرام بروتين الكتروفريسيس، هلا اللي كانوا معنا اليوم، اللي كانوا معنا كانوا يشوف الليفر فانكشن تيست فيه توتال بروتين وفي البومين، والفرق بينهما بيكون هذول الفحوصات. هلا بنحكي طبعا هذا الالبومين اكثر، يعني بس خلينا نحكي على الالبومين. الالبومين اهم مهدي في الجسم، والالبومين ريفليكشن للوضع الناس، يعني كل ما كان الالبومين عالي كل ما كان وضع الانسان ممتاز. الالبومين اعظم شيء حتى نعرف وضع البشر هو الالبومين. الالبومين كل ما كان كويس كل ما كان البني ادم كويس. هلا الالبومين مهم، هلا اللي بعده في عنا هذول الفرق بينهم في بروتينات. شو هم؟ في عنا واحد اسمه ألفا 1، في عنا ألفا 2، بيتا 1، بيتا 2، وعنا الجاما. جاما والجاما هي عبارة عن البروتينات المناعية، وتتكون من إيش؟ في عنا آي جي جي، طبعا هذول مهم جدا تعرفوهم. آي جي جي راح أحكي عنهم، بس لازم تعرفوا عنهم، بعدين بحكي عن الاي جي ام، انا هذول اهم شيء. طبعا في مهم هذول الاي جي اي لازم تعرفوهم، اي جي اي يونوغلوبولين اي، يعني طبعا في هذول لايت وهيفي تشين وكذا، ما راح نحكي، انا بدي احكي عن واحدهم بس، راح احكي لكم عنهم لانه مهم جدا تعرفوا. الاي جي دي، الاي جي دي مش مهم، دي مش راح ارد اشطب عليه. هلا الاي جي جي بنحفظ كالتالي، انتوا لازم واحد يحفظ من كل شيء كلمه، بس واحد بيسالني عنه بقول له اكثر شيء موجود الاي جي جي، وفي طبعا كذا نوع منه.
الاي جي جي برايمري سكندري ريسبونس سكندري، يعني هلا بحكي شو معناه، يعني الواحد اللي مصيب انفكشن اول شيء بيرتفع الاي جي ام، يعني اذا انا هلا بحكي لكم ليش مهم اي جي جي، اذا اكثر ماده موجوده بالجسم كروسز ذا بلاسينتا وسكند ريسبونس وورم، بيشتغل على درجه حراره بالعادي عاليه، وورم على درجه حراره وورم. اذا واحد بيقول لي الاي جي ام بقول له اكبر شيء حجما، اكبر حجما برايمري ريسبونس، يعني انا اذا واحد جاني انفكشن بدي اعرفه جديد ولا قديم بعمل اي جي ام، اذا الاي جي ام نيجاتيف اي جي جي بوزيتيف بقول هذا زمان عنده انفكشن مش جديد. اي جي ام بعدين كولد 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 بيشتغل على درجه حراره بارده، كنا عندنا كولد اجلوتينين والمأساة اذا اشتغل بدرجه حراره عاليه زي ما راحين نشوف درجه حراره عاليه. اللي بعده اي جي اي اللي هو الالرجي والاي جي سكريتوري. طبعا شو اهميه الكلام هلا لما نحكي الكانسر، انا واحد بحكي لي كانسر، اهم صفه بالكانسر هي كل الخلايا بكونوا من نفس النسخه بنسميه مونوكلونال، كلونال يعني نسخه، فكل هاي اهم يعني شيء نعرفه على الكانسر انه مونوكلونال، انه كله من نفس النسخه، كله من يعني لما نحكي مونوكلونال الكانسر هو مونوكلونال. كيف يعني مهم هالكلام؟ بالميلوما هلا عندنا شيء اسمه بلازما سيلز، وظيفتها تطلع لنا ايش البلازما اميونوجلوبولينز، يعني اذا واحد صار عنده انفكشن بكون هذا ايش بولكلونال، يعني بكون اي جي جي وكذا والاي جي ام كله مخبوط ببعضه بس بكون بولكلونال موزع على جميع. لما يصير عند الواحد كانسر كله بكون نفس النوع بنسميه برا بروتين، يعني كلهم من نفس النوع، هاي مونوكلونال باند بصير اسمها. اذا هون بدي اسميه هنا يعني بولكلونال مثلا ليفر سيروسز ساركويدوسز الانفكشنز بيعمل بولكلونال لانه كلهم ميونوجلوبولينز بزيد واكثر بلازما سيل تتدخل بالموضوع، بينما بالكانسر بصير اسمه مونوكلونال لانه البلازما سيلز كلهم نفس النوع، وبلازما سيلز بتعمل اكتيفيشن للاستوكلاست، الاستوكلاست هو اللي باكل العظم اكل بيعمل له تنخر. فأنا لما أطلع هيك بقول في مونوكلونال. إذا أنا أول إشي صار عندي أليتيك بول ليجن وعندي هايبر كالسيميا، شو مانجمنت في هايبر كالسيميا بتحفظون المانجمنت نورمال سلاين فيرست لاين السكن لاين، ممكن أعطيهم فيروسوميد وممكن يأخذوا باي فوسفينيت وكذا وممكن داليسز إذا كان انتراكتابل. هلا بهايبر كالسيميا مهمة، هلا البراثيرمود هرمون كان عنده لو المريض معناته سكندر مش من البراثيرمود هرمون، اذا هاي بدي تحفظوا لي اياها انه برا اللي هي برا بروتينيميا عنده هايهم. هلا شو ضل نعمل له؟ اذا انا هون انا كان عندي التيكبول ليجن فطلع عنده هون برا بروتينيميا، ضل عندي ايش البلازما سيلز اللي شايفينهم كبار هون، هذول لازم يكونوا ايش مونوكلونال، مونوكلونال بيعملوا لهم. كيف نعرف مونوكلونال؟ أسهل إشي عندنا تو لايت تشين، اللايت تشين الكابة واللمدة، بيجيبوهم في صبغة مثلا هي مونوكلونال بيشبوهم بكونوا كلهم مثلا نفس الكابة، هم لازم ثلثين وثلث، فلما يكونوا كلهم نفس اللايت تشين بيصير اسمه مونوكلونال. فالتشخيص ميلوما، طبعا ميلوما لأنه لا تغطى بس مهم جدا نعرف عنها، تساوي زي ما شايفين انيميا نورمال كروميك نورموسيتيك انيميا بون اكس انا بالعضل بيعمل فراكتشر طبعا وهابر كالسيميا وممكن يعمل رينال فيلير. اثنين ليتيك بول ليجن، ثلاث مونوكلونال باند، هنكتب هنا مونوكلونال هاي مونوكلونال باند وهنا مونوكلون بلازما سيلز 2 out of 3 بصير اسمه مالتيبل مايلوما. شو المانجمنت اوف مايلوما؟ اهم شيء الهابر كالسيميا والرينال فيلر، اهم شيء اي بي فلويد او يضل المريض يشرب بالاضافه للكيموثرابي. شو اهم شيء اعرف عن المايلوما؟ المايلوما بتخلي الالكام فوسفاتيز نورمال لانها استيوكلاست وليس استيوبلاست، الالكام فوسفاتيز بزيد بالمرضى الاستيوبلاست، اهم شيء بروستيت. وكمان شغلة تعرف فيزيولوجيكال، مرضى الواحد لما يكبر بسرعة بيوبرتي ممكن يكون الألكام فوسفاتيز عالي نورمال بالبيوبرتي يعني 15-17 سنة. طيب خلني أحكي لكم عن هذا المريض، هو أكشلي أجانا
ما أعرف شفته ولا لا، اسمه محمد، بجوز كان بالسادس سي. هذا المريض دخل قبل سنة يمكن بالبرد، حكى أنه أول إشي بصيروا دينيه حمر، بصير بقلبهم أسود بالبرد. الشغلة الثانية لما يسحبوه يعني دخل صار كان عنده فيفر نمونيا، كان عنده نمونيا خلال دخوله. لما كانوا يسحبوا له الدم صار يكلوت ايميديتلي الدم. فهون عملنا له بلاتفين، طبعا سخناه عملنا له وورمينج حتى يحل عن بعضه. فصاروا هون زي ما احنا شايفين هاي الكنترول، هاي يعني المريض الناس العاديين. هون المريض زي ما انتم شايفين في ايش، في اجلوتينات. هلا احنا هون اذا شفنا البلات فيلم هون، بس خلينا احكي لكم شو معنات اجلوتينين. اجلوتينين بالعربي الرصات البارده، كولد اجلوتينين بالعربي الرصات البارده، يعني برصوا على بعضهم بسبب الاي جي ام. اذا شفنا بلات فيلم هون، اذا شايفينهم كيف في بلاد ريتسلز كلهم على بعضهم يعني ملزقين في بعض، رصين على بعض، وهون بنسميه كولد اجلوتينين لما يكون هيك. فالمريض كان عنده cold agglutinin disease. cold agglutinin disease بيجينا بالسنة 3-4، وخصوصا بالجو هذا أسوأ إشي، لأنه الآي جي آم بيشتغل على درجة حرارة عالية، يعني خلينا نقول 15-20. لما ينزل الحرارة بيصير يشتغل بوكل هواء المريض، لأنه بيجمع البلد الدم، بيمكن يسكر البلد فيلز اللي يعمل إسكيميا، بالإضافة للهيموليسيس. طبعا لما عملنا له إحنا قلنا شو السبب في الكولد اجلوتينين ديزيز، الكوزز في عندنا غير معروف السبب حظه. في عندنا لو جريد لينفوما، ولدنستروم انفيكشس مونوكليوسيس، بس هو السبب كان عنده مايكوبلازما نمونيا. طبعا بس انا اذا واحد سالني شو بتعرف عن المايكوبلازما، بقول له اول شيء بتنعمل كلتشر، ما لهاش سيل وول، بزبطش مع بنسلين، وداينوسيس باي سيرولوجي. يعني هذا المريض السنه الماضيه الاي جي ام كان عنده بوزيتيف والاي جي جي نيجاتيف، معناته كوت انفيكشن مايكوبلازما. هذول باخذوا ليفوفلوكسسين، باخذوا ايثرومايسين، بس باخذوش بنسلين. فاحنا الكولد اجلوتينين ضروري نعرفها، يعني بس هاي بتيجي. يعني اذا واحد سالني شو السبب، بدي احكي له انا بدي افكر مايكوبلازما، بدي افكر لو جريد لينفوما او كولد اجلوتينين ديزيز. مهم جدا نعرف المايكوبلازما، لانه هاي بتجينا بالسنه 3-4، واسوأ من هيك ما فيه. يعني مريض اجى كان دمه 3. فالمايكوبلازما از فيري باد نمونيا، بتعمل كولد اجلوتينين ديزيز. هلا هون هذا المريض عنده ثلاسيميا. لو واحد سالني شو بدك تعرف عن الثلاسيميا، شو بده يكون جوابي؟ بده يكون جوابي بيعمل تارجت سيلز زي هيك، لو ام سي في، هيموجلوبين الكتروفوريسيس، هيموجلوبين اي 2 عالي، او ممكن هيموجلوبين اف عالي. بس الفكره انه ثلاسيميا دي ار اسوشيتد ويز هاي التارجت سيلز زي ما احنا شايفين هون، عشان تعرفوها. اذا سالناكم بالامتحان السبب، الجواب ثلاسيميا، هاي التارجت سيلز، احفظوا شكلها اللي هي الخلايا، يعني مثل هذول تبعات الأسهم، بيكون جوا هاي شيء وبرا هيك. فهاي التارجت سيلز. شو أهمية الثلاسيميا؟ أنا بدي أعرف الأيرون أوفرلود. حكينا الأيرون ديفشنسي، بس الأيرون أوفرلود بصير عند المرضى هاي شيء بيسموه برونز دايبيتس. إذا واحد شاف مرضى الثلاسيميا بالأطفال أو غيره، بيشوف لونهم على سمار، ببلشوا هيك جري على سكني، بصير عندهم هايبوبيتوتيريزم، بصير عندهم يعني البيتيتري جلاند الهرمون رايحين، ديليد بيبرتي. بس اهم شيء ممكن يعمل ليفر سيروسيس، يعمل كارديومايوباثي، ممكن يعمل بنكرياتايتس الاوفرلود. العلاج ديسفيروكسامين ايرون كليتنج ايجنت، العلاج ايرون كليتنج ايجنت. هذا المريض ايش عنده هون؟ هذول عند المريض سيكل سيل، بكون هيموجلوبين اس عالي. طبعا السيكل سيل اذا واحد يحفظ عنه، هذول سيكل سيل. ها شو بيعمل؟ بيعمل السيكل سيلز بيعمل
بون كرايسيس بصير عند المرضى ألم بالعظم وبون انفاركشن بالسيكل سيل، وبيعمل مرضى إيفاسكول نيكروسيس وممكن يعمل أكيوسيس سيندروم وبيعمل سبلين أوتوسبلينكتومي. فالمرضى سبلين بيكونوا صعبين شوي الهيموسيكل سيل. أهم لاين في مانجمنت آي في فلويد، بس السيكل سيل بيعمل بون إكس. أنا بدي تعرفوها. طيب هاي مريضة هلا داخلة عنا، مريضة كويس الواحد يعرفها. المريضة طلعوا كيف بدي حكي لنا، جت على هالمستشفى أنيميا. البول هذا من المستشفى طبعا، من مرضانا مش من النت. المريضة بصير اللون البول عندها إيش؟ بصير أسود انترافاسكولار هيموليسيس زي البيبسي. بتقول أنا باللون أحمر وبعد شوي بصير أسود زي هيك. طلعوا كيف الأسود انترافاسكولار هيموليسيس عندها، وعندها هيموغلوبينيميا، يعني كمان بصير هيموليسيس بانترافاسكولار، بصير البلازما بدل ما تكون كلير زي هيك بصير فيها زي الدم، فكان عندها هيموغلوبينيميا. وبعد فترة صار عندها ثرومبوسيس بالبورتال فين، يعني المريضة عندها فيتشر انترافاسكولار هيموليسيس هيموغلوبينيميا بورتال فين ثرومبوسيس. فكان تجميعهم مع بعض هيموغلوبينيوريا هيموغلوبينيميا بورتال فين ثرومبوسيس نيجاتيف كومستيست، يعني مش اميون هيموليتيك انيميا. التشخيص طلع عندها باروكسيسمال نوكتورنال هيموغلوبينيوريا، باروكسيسمال نوكتورنال هيموغلوبينيوريا. الباروكسيسمال نوكتورنال هي تشخيصها سي دي 55 59 نيجاتيف، بدها بون مارو ترانسبلانت، لحد الان مسكينه ما عملتش. طيب هذا بس موضوع مهم احكي لكم عنه. هلا في عندنا مريضة عمرها 20 سنة بالزمانات دخلت عندها هيدك وثرومبوسايتوبينيا، الاي ان ار كان عندها نورمال والفايبرينجين نورمال. لما عملنا يعني بلاتس كان عندها 15000، لما عملنا مراي صار عندها برين انفارشن، صار عندها اسكيميا بالبرين، يعني اسكيميا بالبرين. فانا بس هيك هلا شو هلا بصير السؤال، خليني بس مشان انا اكتب هيك، بحب الكتابه. خلينا نيو سلايد. هلا في بس قاعدي انا بدي احكي. هلا المريضه عندها ثرومبوسايتوبينيا اند اسكيميا شو او ثرومبوسيس، شو الكوزز؟ لانه بالعاده ثرومبوسايتوبينيا وي اكسبكت تو فايند، يعني ثرومبوسايتوبينيا بالعاده بليدنج يوجوالي يصير عند الواحد نزيف، بس مرات بليدنج، بس مرات بارادوكسيكال بس مرات ثرومبوسايتوبينيا بارادوكسيكال. شو بارادوكسيكال؟ يعني عجيب غريب، يعمل ثرومبوسيس غريب. هاي بدي احط عليها، خليها احمر associated with thrombosis. شو السبب؟ بدكم تحفظوهم. بنقول لك الأسباب كالتالي، في إشي اسمه antiphospholipid، إذا سمعتوا فيه بيكون عندهم سيندروم، بيكون عندهم ABTT prolonged وعندهم thrombocytopenia، بصير عندهم thrombosis. واحد إذا antiphospholipid ممكن يعمل thrombosis. مرة ثانية اسمه هذا واحد. اثنين في مرة ثانية اسمه اي شيء ثاني اللي هو عندنا كمان في واحد اسمه ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيبر. هذولا بيجوا لو بليتلس ثرومبوتيك، خلينا احنا ثرومبو بيربورا. الشغلة الثالثة المهمة اللي هي
في دواء مهم كمان نعرف عنه طبعا الدي اي سي، بس الدي اي سي بكون عندهم بليدنج، يعني بليدنج اكثر بس ممكن يعمل ثرومبوسيس بليدنج. الدي اي سي طبعا هلا بحكي لكم عنهم. الرابع في دواء مهم جدا بارادوكسيكالي بيعمل ثرومبوسيس، الهيبارين. فالهيبارين انديوست ثرومبوسايتوبينيا، يعني ليش بيعمل؟ بيجمع البليت يصبح لي مسكره. يعني هذول اللي ما انا اطلع واحد ثرومبوسايتوبينيا باجي بعمل له سي تي سكان او بشوف جيت له عنده ثرومبوسيس، بستغرب بقول المفروض بليدنج بالمنطق، بس شو اللي بكون معهم؟ بقول يا ثرومبوسايتوبينيا كبيربرا يا دي اي سي بعمل له، او هيبرين ديوس ثرومبوسايتوبينيا وانتي فوسفوليبيد سندروم. تحفظوهم هذول عشان الواحد. هلا السؤال اللي بعده ماشي. هلا احنا بعدين خلينا نحكي عن هذول. هلا هون اذا شفنا، طيب هلا انا عملت لها بلوت فيلم. دائما احنا بالهيماتولوجي اهم شيء البلوت فيلم. هلا عندها الاي ان ار نورمال، خلينا اكتب لكم كمان هون الفايبرينجين نورمال. ايه مشان انا الشيء زي يسكر. انا اذا مريضة يعني هون لما اجي اشوف بقول هيديك عندها ثرومبوسايتوبينيا نورمال الفايبرينجين نورمال. هلا لما يكون الاي نورمال والفايبرينجين نورمال رول اوت دي اي سي، معناته مش دي اي سي. هلا عملت بلوت فيلم، هلا عملنا بلوت فيلم هون، هاي من المستشفى من عندنا بلوت فيلم. البليتلتس ما في بكل لونهم زهري، بس انا شفت خلايا هاي وهاي وهاي. طبعا واحنا للاسف ما حطيناش سهم على هاي. هاي لون ازرق هون، هاي ازرق، فهاي بصير اسمها بولوكروميزيا. وهاي سفيروسايتوسيس بنقول هيمولوتيك انيميا، لانه هيمولوتيك انيميا. هل هاي فراجمنتيشن هون، مكسرات زي رغيف الخبز، سيستوسايتس، فبصير اسم هاي. شوفي هيك كيف مقصوصه قاس، بصير اسم البلوت فيلم هون هلمت. هلا ما نعرف هلا البلوت فيلم، مشان احنا نجمع بنقول انه هاي المريضه مش دي اي سي لانه الفايبرينجن لاين ان نورمال. هلا لما شفت انا البلوت فيلم، خلينا نعمل نكتب واحدة جديدة هيك عشان سلايد. هلا شفت ايش شفت انا؟ شفت كالتالي، شفت بوليكروميزيا، شفت سفيروسايت. شو بصير اسمهم؟ حكينا بصير اسمهم اثنين مع بعض، بصير اسمهم ايش؟ هيموليتيك انيميا. هذول مع بعض اثنين بصير اسمهم هيموليتيك انيميا زائد اند سيستوسايتس او فراجمنتيشن. فراجمنتيشن هي هيك سيستوسايت، بصير اسمه مايكرو انجيو باثيك هيموليتيك انيميا with thrombocytopenia differential diagnosis. هلا هنا مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا ممكن بصير عندهم الصمامات الصناعي، بس هذا المريضه او المريض ما عند مريضه ما عندها صمام صناعي وعندها بليتس لو. فالديفرنشال دياجنوسيس طبعا انا ممكن واحد يقول لي بس انا المين ثينجز اللي هي ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربورا او دي اي سي. اور دي اي سي. هلا الجواب ممكن، هلا اذا نعيد بوليكروميزيا عشان الواحد يقتنع، هاي هم اللي ازرق. انا هاي بوليكروميزيا، بوليكروميزيا زائد
spherocytes زائد fragmentation فبصير اسمهم microangiopathic community anemia زائد thrombocytopenia بصير اسم microangiopathic thrombocytopenia. شو the differential thrombotic thrombocytopenic pair of DIC؟ ليش مش DIC؟ لأنه الINR والفابرينج النورمال، فبصير اسمهم TTB. TTB بيعمل thrombosis وبيعمل ischemia. فلما نحكي هذول هم المهم جدا الواحد يعرفهم، لأنه TTB مهم يعني كثير بيجينا كل سنة 3-4 وقاتل، هذولا مشان تذكروهم. هلا شو التشخيص حكيناهم؟ التشخيص بس مشان نذكركم فيهم. شو المانيجمنت؟ طبعا المانيجمنت هيك مشان أنا كمان واحد ما ينساها بحياته. المانيجمنت اوف تي تي، هلا دي اي سي مانيجمنت، مانيجمنت اللي هي واحد فريش فروزن بلازما اللي بكون عندهم اي نار برولونج انكريز وبكون عندهم الفابرينجين لو. فانا شو بدي اعطيهم؟ بدي اعطيهم اف اف بي مشان كنترول اي نار اي نار والفابرينجين. اثنين بدي اعطيهم بليتليتس، بليتليتس اذا less than 20 أقل من 20,000 أو أور بليدينج. هذولا مشان الدي آي سي، الدي آي سي لو آي نار، عفواً الدي آي سي يساوي هاي آي نار لو فايبرونيجين لو بليتلت زائد دي دايمرز كلهم بوزيتيف لو بليتلت دي دايمرز اف دي بي والتي تي بي، هذول اللي هم هيك المانجمنت. هلا ما اجي احط سلايد جديد بدنا نحكي على التي تي بي. تي تي بي ثرومبوسايت مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، اثنين مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا يساوي نورمال اي ان ار نورمال بيساوي الفاب الفاب نورمال بليتليس لو. هلا في الفحص اللي بنعمله اسمه ادم 13، هذا الانزيم اللي هو مفروض يقصقص الفولنبل بلانت فاكتور، فهذا الانزيمز مرات بيكون غير موجود، فلما يكون ديفيشنت او في انهيبيترز ببطل يسيطر على الفولنبل بلانت فاكتور. فشو بيعمل لنا؟ بيخلي الفولنبل يدور. وبعدين ادمز 13 اللي بيقصقص جناحه للفولنبل بلانت، الفولنبل بلانت وظيفته انه يمسك الصفائح لما يصير واحد عنده نزيف، بس هذا المشكله انه مرات الادمس هذا اللي بيظبطه وهذا بروح مفقود او ادمس 13 ديفيشنسي او انهيبيتورز. المانجمنت بلازما فريسز، دينا هيك نيجي بنحكي بلازما اكسشينج او فريسز أو بلازما فريس بلازما اكسشينج. ما في بلازما هاي في مريضة بنعطيها فريش فروزن بلازما بين ما يزبط أمورها، فهذولا لازم نميز بينهم الدي اي سي والتي تي بي، مهم جدا لأنه هذا بالبراكتس مهم، يعني أنا بدي الطلاب يعرفوا الدي اي سي ويعرفوا هاي المواضيع، مهم جدا، هاي أهم مواضيع لازم نعرفها. هلا مرات خليني بس أحكي كمان سلايد وإن شاء الله خلاص مش مشكلة. هلا هلا في مرات إشي اسمه اللي هي بيورس الأبليزيا أو أبلاستيك كرايسيس، هاي بيصير بالمرضى اللي عندهم مثلا كرونيك كوميونيتي أنيميا، أو بيكون عند المرضى كرونيك كوميونيتي أنيميا اللي هي هيموغلوبوباثي، أو المرضى اللي بيكون عندهم ليمفوما، أو أشهر واحدة فيه بتحفظوها ثايموما. هذول المرضى فجأة بصير عندهم ريتسل أبليز، يعني الريتسل اللي بريكيرسر اللي بالبون مارو بتبطل تشتغل بالمرة، بطل باي باي ما فيش ريتسل. خصوصا بصير بالمرضى اللي بيكون عندهم كرونيك هيموليتيك أنيميا زي مرضى سفيروسايتوسيس، زي مرضى اللي عندهم هيموغلوباثيز ثلاسيما كذا. المرضى هذول بيجوا فجأة بصير عندهم هيموغلوبين لو HB
لو ريتكس لو ريتكس ولو الديتش لو ريتكس بكون عند المرضى لو هيموجلوبين لو ريتكس الليتكس لو اللي بنعمل بون مارو ابسنت ابسنت الثرويد بريكيرسر بريكيرسرز هاي بدها تظبيط. هلا اهم واحد واشهرهم اسمه باربو فيروس فيروس كيف الشخص بنعمل اي جي ام زي ما حكينا العلاج اي في اي جي. طبعا انا بهمنا تعرف انه الريج اللي يصير الابليزيا بكل مريض مثلا عنده هيموغلوبينوباثي بكون مثلا سيكل سيل فجأة الهيموغلوبين بصير عنده 3 نعمل ريتكس لو نعمل بون مارو ابسنت بريكيرسر بكون السبب فيروس اسمه باربو فيروس. كيف نعمل بنعمل له الاي جي ام سيرولوجي بكون عنده هاي. لما نعمل اي جي ام هاي ولا جي جي نقدر نقول باربارس العلاج اي في اي جي بس هاي ضروري الواحد يعرفها اللي هي إرثروي هاي مهمة يعني أنا بدنا تعرفوها هاي بهمني ماشي هذولا بهمونا تعرفوهم هلا